هو اسمك انت؟ حسين. حسين شحال عندك من اداره اللحيه؟ انا؟ ايه بعد ربع شهور. عندك ربع شهور؟ إيه؟ ملي بنتك جات الحصه؟ ملي جات له خلاص هيا واه. ملي جات الحصه دارت اللحيه. هاجة انت كي تشوف كاين فساد انسان او في اسره خلاص اكتب لي هذه الاسره فاسده كما تقول مؤامرات اصحاح دمروا لك نيفك شرفك ما قدرتش حافظ عليه لا تبقى معهم. ولكن انت ما كاين كلام بزاف ما ناش نقدروا نقولوا انا في حصه الشعب ويسمع. انا اعرف عن عائلتك الكثير والناس السكان بلغولي الكثير والشرفاء المحيطين في الحي نتاعك بلغونا الكثير. ما رانيش راضي عليك استاذ ما نقدرش نقول كلش ولكن باش تجي تقنعنا باللي بنتك كانت تكذب مش صعيبه هذه المساله. هاك اثبت لي باللي الهضره تاع بنتي صح. انا ماشي خدمتي نثبت لك. لا اثبت انا انت جيت عندي خدمتي انا جيت معك. انا جيت وننصحك. انا جيت استاذ الشيخ. نعم. انا جيت لهنا باللي نقول باللي الطفله هذه راهي الاولى نفذوا فيها السحر هربوها لي من السيام رحت للتكوين المهني في قال ما وهربت يا خويا سحبوا عليك لقيتها جبت لها راقيه جبت لها ايه وصابوا عندها جبت لها راقيه شاكس وقيله ثاني لا جبت لها راقيه ورقاها وزدت هضرت مع راقي قال لي لازم تبع حالك ست شهور باه رت حالك صح. وكان راقي من قسنطينه طلب عليا 3 ملايين بصح هذه كوي كذب الشيخ واين هي الان؟ هذا هو السؤال فهمتك اين هي الان؟ لهنا في الجزائر اين هي؟ انت هذه بنتك حوست عليها حوست تحميها من ذيابها حوست دير حاجه كانت السؤال هو هل وفرت لبنتك على الاقل هل حاولت توفر لها جو عائلي محترم ومحافظ يعني من ناحيه عماماتها من ناحيه خوالاتها هذه بنت ناحية وحده استاذي نعم ماشي قال عندها 10 من ناحيه الام تاعها من ناحيه انت يعني ما كانش في الوسط نتاعكم سلوك ما نقولش غير شريف ولكن سلوك غير مقبول ما كانش في وسط العائله تاعكم ما فهمتكش ما فهمتنيش نعاود لك يعني بعاودك ببساطه يعني الجو اللي عاش فيه البنت هذه اللي هي مراهقه كانت صغيره مراهقه هذا الجو هذا محترم عايش في داري شوف عايش في داري لا مش نحكي على الدار نحكي على الجو سامح الدار هي جدران اتحدث عن الجو عايش في داري مع مرتي مع وليداتي وعلاقتها ب شكون هما وليداتك راك تقول عندك طفله واحده لا طفله واحده في البنات عندي طفله واحده وعندي ربع ذراري راني فهمت يعني في البنات بنت واحده وعندي ربع ذراري درك الذراري هذو درك والله يا شيخ قسمت لك بالله العظيم غير راني نداوي فيهم عند طبيب نفساني وهم صور تاعها كي كانت صغيره كنت عندي سيدي وجبت لكم دقيقه برك وجبت لكم سيدي تحكي فيه هي